يا الاخوان والاخوات، هاد السعادة هو اخر ديس تراك تحط في البيف العظيم الكبير الخطير ديال دريك كيندريك لامار. هنا يا دريك سماها ذا هارت بارت 6. اللي ما عارفش هضره واحد السيري كيحطو كيندريك لامار ذا هارت بارت، واللي هو نورمالمون كيحطو باش يحط البوم، فهذا في الغالب تيتحط مع البوم. دريك هذه كانت حركه ذكيه منه انه سرق له هذه اللعيبه، هذه حرقها له. عرفتي هذه اللعيبه دايره بحالاش في المغرب؟ تخيل معايا شويه، تيتكلاش مع المورفين وغادي يسمي الكلاش ديالو المورفينيه، وغايدير داك الرقم اللي المورفين مازال ما دارش. بحال دابا المورفين وصل ل 35، غديرو المورفينيه 36 وغاتكلاشيه بيها، غاتحرق له صاحبي ديك هذيك السلسله ديال المورفينيات. شنو دابا هو غايدير المره الجايه؟ غايدير المورفينيه 36 واخونا كلاشاك بيها في واحد الكلاش كبير، غادي المورفينيه 37 اعترفتي له بديك ديالو دخلتيها معاك. واش فهمتيني؟ حرقها لك، لان النار غادي بنادم يبغي يطابي المورفينيه 36 غطلع له الكلاش ديال خونا، حتى هو حتى اللي ما كانش في خباره غادي يطلع له داك الكلاش، يبقى يقول وي اش من وحده في هذا. شلاش هاد اللعيبه ذكيه، حرق له اللعيبه. هذه كانت اذكى حاجه ولا واحده من اذكى اللعيبات اللي دار في هذا. وما جي نسمعوا شنو قالوا، جي نصرحوا ونحللوا. عريثة 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 وي خوتي الاكسلنت تي تسمى البلاك اكسلنس. اللي بغى يسمع مزيكا 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 هي السيدة هادي. انا غنحط شي تراكات ديالها، يو ميك مي فيل لايك ا ناتشرال وومان، في الديسكريبسيون اخوتي حط لكم شي ليان تدخل تبسكو. المهم فهاد دخلها هو سامبلها كتقول له let me see you prove it، خليني نشوف كتثبتها. ثبت لي هذاك الشيء اللي كتقول، يعني هنا بحال تيقول لك كيندريك كتهمني بزاف د اللعيبات ثبتها. هادشي علاش يكون سامبل هاد اللعيبات. Surprise winner is definitely spiraling. I got your fucking lines tapped, I swear that I'm doubting. First I was a rat, so where's the proof of the trial then? Where's the paperwork of the cabinet is filed in? Okay, and you can see Drake غادي ياخد واحد الابروتش في هاد التراك هذا. التكنيك اللي خداه والاستراتيجي اللي خداه في هاد التراك هو ديفونس. انه غادي يجاوب على كاع الاتهامات اللي اتهموا بها كيندريك، حيت في تويتر كان مرون كلشي تيقول علاش دريك ما تيجاوبش على الاتهامات، بخصوص انه كان كيجاوب على شي اتهامات ضعاف، امور ديال الفلوس امور ديال كدا، ولكن هادشي نتاع القاصرات وهذا ما جاوبش عليه. قال واو 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 حتى ما جاوبش على حتى حاجه اخرى من غير هادشي، هادشي جدي. اذا هو دار خصص ديستراك كامل غير لعب فيه ديفونس فين غادي يبقى يجاوب هادشي. اذا قال له اولا انت اتهمتيني باللي انا برقاك، حيت هو فايت قال عليه، قال له راه زعما الا ورقتك راه غانا اللي تا هو بريكاك. قال له غيبقى يبان قدامك ملاك. قال له اوكي الا انا بريكاك عطيني غير شنو هي القضيه، يعني فوقاش شفتيني في المحكمه في شي قضيه اللي غتقول في هذيك القضيه بريكت، عطيني هذه القضيه فهمتي. نواطة بصراحة. So rest, so where's the proof of the trial then? Where's the paperwork of the cabinet is filed in? 1090 Jake would have took all the walls down. The streets would have had me hiding out in a small town. قالوا له كون هذا البلان وقع، قالوا له كون راه الشارع هاد مي هايدين، زعما لو كنت الشارع راه طاردني كراني مخبع في شي عروبية صغيرة، يعني راه كانوا غيديروا لي بحال 6ix9ine بحال كانا، كلشي غيشد فيا كلشي غيورقني، وكراني برشمت باللي بريكا بلان دابا 6ix9ine وكانا مرشوم عليهم دابا، هادو واخا يديروا اللي يديروا ويقولوا اللي يقولوا ترشمات عليهم باللي سنيتش فهمتي. اذا دريك هادي ما كايناش عليه. اذا قال له كيفاش لصقتي لي ديك اللعيبه، هادي نقطة دريك لأن فري ما كايناش شي محكمة. إذا كيفاش كاين دريك؟ My Montreal connect stand up not far down. The ones that you getting your stories from they all clowns. I am a war general season in preparation. My jacket is covered in medals, honor and decoration. You waited for this moment overcome with the desperation. We plotted for a week and then we fed you the information. تسلل بعدا، ولكن قبل ما تسلل اخوتي
ما عرف ما نقدر نحقد على دريك ولا كيندريك لان كل واحد يمزكني بشي لعبات الصوت وكيفاش كي فلوي دريك فلولسلي ان سمودلي و افورتلسلي فوق البيت الاكسون كتعجب عليه. تسلل هنا شنو قال؟ قال له هادو اللي انت يا خديتي منهم المعلومات ديالك والقصص ديالك قال له هما كلاونز هما مهرجين. خمسة د السطورة ولا ربعة من بعد قال له وي فاد يو ذا انفورميشن قال له حنايا اللي عطيناك المعلومة اذا بحال قال له حنايا كلونات. وكيفاش هاد دريك دابا انت قلتي له اللي خديتي منهم المعلومة راهم غا مهرجين ومن بعد وصفتي راسك انت والتيم ديالك انتم اللي عطيتوه المعلومة يعني انتم المهرجين. هذا تسلل ولا قوتي دارو دريك. المهم دريك هنا تيقول بلي داك المعلومات اللي حيت دابا كيندريك قال بلي راه دريك عنده البرقاق وصل لك ليكا ديالو. دريك جاوبو قال له لا لا راه ماشي برقاق راه حنا انا قصد عطيناها لك وخليناك تيق وتظن بلي راه عندك برقاق. For this moment overcome with the desperation we plotted for a weekend and we fed you the information a daughter that's 11 years old I bet he takes it we thought about giving a fake name or a destination but you so thirsty you're not concerned with investigation. انا قال له ديك اللعيبه نتاع واحد البنيه عندها 11 عام وكذا قال له حنا اللي خلقناها عطيناك الطعم وانت يا كليتي. قال له حنا بغينا زعما نعطيوك شي اسميه مزيفه ولا شي منطقه زعما هاد البنت فينا هي ولا شنو سميتها. قال له ولكن انت يا كنتي عطشان زيان محقاد ما درتيش حتى شويه ديال الانفستيغيشن شويه ديال التحري. دابا هنايا كاين واحد اللعيبه نايض عليها النقاشيه في تويتر ولا هي بجوجهم داروا واحد الخطا كبير وبجوجهم في الغالب تيخربقوا. اولا لو كان بصح دريك كان عنده البرقاق كان غادي يسميه كان غادي بوست في الانستغرام الكونفرساسيون ولا 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 الاوديو ولا شي لعيبه واصلا كان غيحطها مور ميد ذا جراهامز يعني داك التراك اللي كان شاخد وقتل التراك ديال فاميلي مارس ديال دريك كان هو غيقتلو غير بشي ستوري بلي بو وو هذاك الشيء كامل حنا اللي عطيناه لك كتخرق كان داك التراك بيه فيه غادي يتحرق. اللعبة الثانية اللي هي بصح هو انه كيندريك تا هو ملي قال بلي راه عنده واحد البنية ما سماها ما عطاه فين هي عايشة ما حتى لعبة فين انه بوكش التيم اللي قال له راه عندك بنية راه عندك وليد سماه راه كاع سماه ذا ستوري اوف ادونيس اللي لعب بيه على اديداس وادونيس ولكن هو راه سما الولد بلي سميتو ادونيس وها فين هو وهي شكون مو خونا عطاك الحالة المدنية خونا داكشي علاش بصيف عليه خرج تعرف جبر دريك انه يعترف بولدو في حين انه كيندريك كانت عنده داكشي سطحي واحد البنيه عندها 11 عام عايشه مسكينه سامح فيها ولكن شنو سميتها فين هي واش فهمتي ما عطات حتى شي لعيبه شكون امها ما من والدها واش فهمتي اذا بجوج مشي خرب في الغالب. Instead you in that Venice studio, it's a celebration. You gotta learn to fact check things and be less impatient. Your fans are rejoicing, thinking this is my expiration. Even the picture you use, the jokes and the medication. أنا يا لعبة أخرى عاوتاني في الارتورك ديال شمنتراك 616 in LA ويليام موراه ديال كيندريك ديال ميد ذا جراهامز الناس في الارت وورك كان داير واحد التصويره اللي هي من شي باريزه محلوله فيها الدوايات فيها واحد الجلوف سميتو ليغات والعيبات ف كيندريك تيبان بحال هذيك راه طبها من العائله ديال دريك ولا حيدها ولا جابها له البرقاق ولا شي لعيبه فعلا دريك هنا تيقول له حنا اللي عطيناها لك وديك راه كانت طويبه the Maybach glove and the drug he uses for less inflation master manipulator you bit on a speculation you dumb and reactive nigga I'm petty with dedication what about the bones we dug up in that I got the Maybach glove and the drug he uses for less inflation المهم بحال زعما طلعوا بلي حيت واحدين في تويتر حللوها بلي هذوك اللعيبات كانوا كلاشات للريكروس والكيندريك لامار متاع حيت كانت هذاك التيشيرت كان فيه لعيبه تاع الشورتس يعني القصورين الدواء وهداك الشيء زعما ذكر على الريكروس ولكن ما شابه. المهم هادي مازال ما واضحاش مازال ما عرفناش واش بصح تسرقات من العائله ديال دريك واش بصح دريك ولا الصحاب الاخر كي قلنا تحت محط الدليل ولكن راه كانت خطوه هاربه من كيندريك
نوضح على شي حاجة بحال هكاياك. Excavation and why isn't Whitney denying all of the allegations? Why is she following Dave Free and not Mr. Morale? هادي نوعطة. قال له علاش مرتك ما نكراتش الاتهامات؟ دابا ملي كان جاك لامار تاهم دريك باللي هو بيدوفيل ولعيبات، كاين واحد العدد ديال البنات قدامين عرفهم دريك ملي كيتصور معاهم ملي كانت عندهم 17 16 عام، نهضو تيبوستي و تيقولو لا زعما كان انسان محترم ولا ما كان بيناتنا حتى شي لعبه ولا كدا، برئوه. فانه ملي دريك قال على كيندريك بلي كيضرب مرتو، مرتو ما حطات حتى شي بوست مثلا في تويتر ولا الانستغرام ولا كدا، ما تكتب بلي راجلي رجل صالح ما عمرو حط عليا يد ولا شي حاجه. دان قالو علاش ما نكراتش، وقال له علاش هي دايره فولو لديف فري العشير ديال كيندريك لامار اللي دريك تيقول باللي والده معاه، ولد كيندريك لامار ولكن هو راه معاه دايف فري، وما دايركش انت فولو باللي انت هو راجلها. هذا سؤال تا هو معقول، كيفاش دابا انت مرتك دايره فولو لعشيرك وما دايركش انت؟ فهموه ديال خوتي. وقال له انت ما شتيش ولادك هادي 6 شهور، حيت انت عايش في نيويورك وهما في كامبتون وانت بعيد عليهم وعايش الباشلرز لايف، فهمتيني؟ عايش ديك الحياة ديال الزوافرية، يعني انت ماشي اب مزيان تكسر الابوة وكذا وانت بعيد على ولادك 6 شهور عادي. You haven't seen the kids in 6 months, the distance is wild. Dave leaving heart emojis underneath pics of the child. Speaking of anything with a child, let's get to that now. This Epstein angle was the shit I expected. Wait, hold on, خي دريك wait. قال له ديف تيخلي الايموجيز ديال القلوبه تحت التصاور ديال الولد. دابا كي دريك تيتهم باللي دابا كيندريك لامار عنده 2 وليدات، دريك تيتهم باللي واحد منهم ماشي ولدو بصح، هو ولد عشيرو ديف فري كيخلي شي مرات تصاور الايموجيز ديال القلوبه تحت التصاور ديال هذاك الولد في الكونت ديال مارت كيندريك لامار، ومارس كان يقول ما كدير له قليب داك الكومونتير. قال له زعما isn't that suspicious، فهمتيني؟ ما تيبانلكش بلي هذا امر غريب الاطوار؟ وراه الارت ورك اصلا اللي واحد طلع فيش اللي حطها في التراك هذا دريك هي هذيك، انه دي فري داير واحد الايموجي ديال القليبات في كومونتير، ويا ويتني مرت كان يقول ما داير له قليب هذاك الكومونتير، يعني شي حاجه تما. Speaking of anything with a child, let's get to that now. This Epstein angle was the shit I expected. TikTok videos. انا عاوتاني دريك قال شي حاجه وحمقه، انا عاوتاني دريك حزق له قال لك هاد الزاويه ديال ابستين. اولا كنت قلت لماما ما ذكرش ابستين، الناس اللي ما عارفينش ابستين هذا كان واحد خونا ملعاق وكان عنده جزر ديالو، جزر خاصه تيدي فيها الملاعقين الحفلات بارتيز وكذا، وتيلقاو القاصرات موجودين متوفرين لخدمتهم، وهاد الناس هادو كيمارسو الرياضات الليلية مع القاصرات، ومع الوقت إبستين كيبدا يبتزهم بهداك الشي. راه عندي الفيديوهات، عندي التصاور، عندي كذا. انت قاضي غتعاوني في هادي، انت محامي غتعاوني في هادي، انت طبيب غتعاوني في هادي، انت عندك الشركة ديال التكنولوجيا غتعاوني في هادي، وما شابه. ومن بعد غتجي الوقت فين غادي يتورق، ومن بعد غتجي الوقت فين غادي يتسجن، ومن بعد غادي يتقتل في الحبس باش ما يشهدش. هما تيقولوا مو قتلوه باش ما يشهدش ضدهم، لان القضيه فيها بيل غيتس وفيها سميات كبار وفيها فنانه كبار وفيها كذا. اذا هو قال له هاد الزاويه ديال ابستين كنت كنتوقع. دابا دريك قال كنت كنتوقع يتهموني بحال ابستين، وانت حمق كيفاش كنت كيفاش كتوقع يتهموك بحال ابستين؟ علاش كتقارن راسك بابستين؟ هادي سطر مكلخ من دريك، سطر مكلخ. كيفاش كنت كتوقع غيتهموني بداكشي اللي اتهموا به ابستين؟ كيفاش شي جالس انسان مواطن زويون غتقول راه عادي غيتهموني بقتال؟ ما خاصهاش تضحك على البال. You collected and dissected instead of being on some disdirect shit. You rather fucking grab your pen and misdirect shit. هي ضرباتني رصا هي زوينه. قال له بلاص ما تكتب شي ديس دايركت شيت، يعني ديس يعني ديستراك، دايركت شيت يعني كلاشات اللي هما ديريكت. قال له انت جالس كات ميس دايركت شيت، جالس كتعوج الامور،
هذا الديس دايركت مس دايركت كيفاش لعب بها. نقاقيه My mom came over today and I was like mother I mother I mother I wait a second that's that one record where you say you got انا عاوتاني دريك غادي يحسق له الفرخ غيدخل فواحد اللعيبه. دريك خاص يكون مع شي ناس في الاستوديو اللي بقى يقول له دريك وير ا مينيت فحزق لك الفرخ. ما عندوش دوك الناس لانه واقيلا بوس يعني. Molester, ah, fuck me, I just made the whole connection. This about to get so depressing. This is trauma from your own confessions. This when your father leave you home alone with no protection. So المهم يعني شنو قال له؟ قال له الوالده جات للدار اليوم وقلت لها مي وانا نقول او وينه مهنا. قال له وانا نتفكر بلي داك التراك اللي اعترفتي بلي تم التحرش بك. دابا Mother I Sober هذا التراك ديال كندريك لامار من الالبوم الاخر ديالو تيهضر على العيبات ولكن ما تيقولش هو بلي هو تعرض للتحرش ولا شي لا بالعكس غير هو تيهضر على هاد العيبات انه كان الاحتمال وكذا كان ممكن يتعرض للتحرش ولا شي لعيبات والاعتداء. هنا دريك غيقول له اه دابا انت يا بلي اعترفتي بلي تعرضتي لكذا بحال العاده انا فهمت علاش انت يا مهووس بهادشي ديال البيدوفيليا لانك انت فيكتيم ديال البيدوفيليا. دابا شنو هو المنطق اللي عوج في هاد اللعيبه؟ هو لان واحد الانسان غيتهمك بالبيدوفيليا ما لا يعني انه هذاك الانسان ضحيه ديال البيدوفيليا. مش فهمتي هادي دايره بحال ديك اللعبه نتاع شي واحد تيقول لك اه انت يا ما عرفتي بدلتي الدين ولا كذا اه انت يا تعصبك شي فقي فهمتي انت فين البلطيل. انا عاوز جمله مفيده كنت تقول انت عايش ويا البطاقه صاحبي ما كاينش البطاقه هادي كيفاش واحد الانسان وانت قال لك بيدوفيل لانه شاف كدير سلوكيات بيدوفيليه شافك بالسيسيد عند 17 عام ما لها علاقه بواش هو كان ضحيه ديال داكشي ولا لا فهمتي. فهادي تا هو فقد الجمهور شي شويه فقد شويه المصداقيه ملي يدخل في هاد اللعبه فهمتي. This somebody gets so depressing. This is trauma for your own confessions. This when your father leave your home alone with no protection, so neglected. That's why these pedophile raps and shit you so obsessed with. It's so excessive. They acting like it's so aggressive. But you just never known affection. I don't wanna diss you anymore. This really got me second guessing. قال له انت يا زعما كبرتي وسط العنف وتعدوا عليك وكذا وكذا. قال له انت ما عمرك عرفتي الافكشن عمرك عرفتي الحب وهذا فهمتي زعما فان دريك كبر وسط الحب زعما. فقال له عرفتي شنو انا ما باغيش نعاود نكلاشيك وانا فين دريك عاوتاني غادي يبان بحال باغي يخرج من البيف. وهذا علاش بزاف الناس حسوا بلي البيف سارة بعد التراك هذا وبلي دريك خسر لانه هو بحال حط الميكرو الاول قال له كذا صافي هي هنا بداها بعدا قال له ماشي باغي نكلاشيك صاحبي. قال له دابا خليتيني كنفكر بحال زعما نبقى نتعاطف معاك دابا نبقى نحن عليك نبقى نقول مسكين حكروا عليه في صغر وتعداو عليه. Touch my body by Mariah Carey. هذا واحد تراك ديال Mariah Carey اللي فيت كيندريك ذكروا باللي واحد تراك اللي تي تريجري التروماز ديالو. تنظن باللي وقيلا واحد شي مره شي حاله ديال العنف تنظن كيندريك لامار وقيلا شي واحد شي ضرب مو ولا خالته ولا شي لعبه. وملي كيسمع التراك ديال مرايا كاري فيه ديك التيم ديال وقيلا الضرب ولا العنف وكات اكتيف ديك اللعبه. فقال له قال له داك التراك راه فما كيتسلق كيخليك تقدر تريفليكت وكذا. قال له صافي من بعد قال له انا راه ما عمري كنت مع شي واحد لي اندر ايج شي واحد زعما اللي قاصره وهذا. قال له كان انا عارف زعما دابا فهمت علاش انت كتبقى تهضر على هاد اللعبه بزاف. وقال له غير في التوضيح دابا عاد غادي زعما يشرح للجمهور ياك اي فيل ديسغاست زعما كنحس بالاشمئزاز الاقتزاز من الفكره نتاع انه يكون مع شي قاصر. I feel disgusted. I'm too respected. If I was fucking young girls, I promise I'd have been arrested. I'm way too famous for the shit you just suggested, but that's not the lesson. Clearly there's a deeper message. Oh man. قالك I'm too respected كان انا محترم بزاف على انني ندير شي حاجه بحال هكا. قالك لو كنت بصح كنمارس الشق العيبات مع البنات القاصرات ياك كنوعدكم كنت غادي نكون معتقل. ياك I'm way too famous ياك انا مشهور بزاف على انني نكون تنرتكب بحال هاد الجرائم. دابا هذا واحد السطر اللي
يقرأ القراءتين من واحد ناحية فري إلا كنتي مشهور بزاف، كرة لاصقة فيك هذيك اللعيبة فهمتيني، كانت تكون معروفة عليك، لأن صعيب أنك تكون مشهور بزاف وكدير اغتصابات وكدير لعيبات وهذا وما دايراش الهضرة، ولكن في نفس الوقت راك ممكن تكون مشهور بزاف، وهذا علاش نتايا مانع، حيت عندك القوة، عندك الفلوس، عندك الطرق ديال الابتزاز وديال أنك تخفي وأنك ترشي وأنك تمنع وأنك تغطي، واش فهمتي؟ فراك تقرا الوجهين. واه Deep cuts that never healed and now they got infected. Like if Dave really fucked your girl and got her pregnant. Talk about breeding resentment. Not sure how to ease the sentiment. This shit's too intimate. Oh man, قال له الجراح راه، قال له بعد الجراح راه محلولين و got infected و قاعد دابا تلوتو، فهمتي؟ قال له بحال مثلا لو كنت دايب بصح يكون حمل مرتك، قال له راه مشكلة، فهمتي؟ قال له راه إحساس قاصح. Girl and got her pregnant, talk about breeding resentment. Not sure how to ease the sentiment, the shit's too intimate. I'm praying you recover from both incidents, but you a piece of shit, so this shit really no coincidence. Drake is not a name that you gon' see on no sex offender list. Easy does it. You mentioned an A minor, but niggas gotta be sharp and tell the fans who was. مان قال لهم، قال له كنتمنى انك تبرى منهم بجوج، يعني الجرحه ديال العشير والجرحه ديال المراه، يعني بجوج هما دوك قرابين لك جرحوك، يعني بجوج كيتسماو خالوك. قال له دريك هي واحد السميه عمرك غادي تشوفها في هذيك الليستا ديال سكس اوفندرز، تاع هذوك اللي قلنا عندهم جرائم متعلقه بالجنس قاسي، راس بيدوفيليا كذا. قال له ايز، ما هذه مضمونه ما تخممش. قال له انت هضرتي على الاي ماينر، اللعيبه كي قلنا ديال، قال له قاصره اي ماينر، قال له كان راه الناس خاصهم يكونوا ذكيين، ولكن لعب بيها زعما، راه قال له اي ماينر بي شارب، دابا قال له الناس خاصهم يكونوا شارب يا ماضي زعما تكون ذكي، ولكن شارب هي ماشي واحد النوطه في الموسيقى. سو شنو بغا يدير دريك هنا؟ ربما شي تلاعب مع اوكي، هادي زوينه، اوكي دي فلات دي ميجر. I slit your throat with the razor and do Rick Ross air like that one flight from Malaysia. I'm your baby mama screensaver. Only fucking with Whitney's, not Millie Bobby Brown's. I never look twice at no. اوكي تاعت استرادا وشاني شي شويه غريب للجمهور. ميلي بوبي براون هذه هي البنت اللي لعبات، هذه هي 11 اللي لعبات في Stranger Things، كانت كتعرف وكذا. هذه كانت عندها واحد العلاقه قريبه مع دريك ملي كانت عندها شي 14 عام، وبزاف الناس القابلة تاع عمر غريب زعما، البنت صغيرة اوكي عجبك التمثيل ديالها ولا كذا، اوكي تقدر تلاقاها في البريمير ديال داك السيريز في السينما، السلام السلام واو تبارك الله عليك، ولكن يو هانج اوت وانت كتلاقاو برا وتتسارى وتمشي معاك في الباطو وكذا، كيفاش الصاط واو واو تزيد 14 عام. اذا انا قال له لا، انا كان قال له انا تاني ما عرفتش قلبات غير مع ويدنيس زعما، لما تيدق على كينجوك لاماز وايف يعني مرت كينجوك لاماز سميتها ويتني، قال له ماشي مع ميلي بابي براونز زعما، زعما العمر بحال مرتك ماشي بحال هذيك، ولكن علاش ذكرتي هذيك؟ هو هادو ما ذكرهمش كينجوك البلان ديال التراك هذا، ولا بزاف الناس كيشوفوا باللي دريك هز اغلبيه النوايط ديالو من تويتر، بما فيها النوايط نتاع انه حنا اللي قلبناك باش تقول باللي راه عندنا البنت، هذاك الشيء كامل كان مذكور في تويتر. انا كنت عايش في تويتر هذه الوقيته كامله تنشوف شنو داير، باقي عايش تمايا. على ما تيبان هز بزاف ديال النويطات واستخدمهم ككونتر اتاك غير من تويتر، وادميلي بابي براون بزاف الناس كانوا كيناقشوها في تويتر، اذا هو جاوب تويتر وماشي جاوب كينجو كلمان، لان كينجو كلمان ما جبتش ابستين وما جبتش ادميلي هادي، ما حنا قالك ما عمرش يشوف شي قاصره جوج المرات، يعني الا شافك مره وعرف قاصره صافي كيشوف اتجاه الاخر. هنايا اتهم سميتو كيندريك لامار بلي هو تيشري المشاهدات والكومنتيرات، علاش؟ ملي مثلا دريك حط فاميلي ماترز وموراها بنص ساعة كيندريك جابو بميد ذا جراهامز، كانوا متقاربين في المشاهدات، ولكن
تراك ديال دريك كان هو الاول في التوندونس، تراك ديال كيندريك ما كانش في التوندونس في خطره. اذا بزاف الناس قالوا او كيفاش تراك ما طلع في التوندونس، يعني يوتيوب ما حسباتش هذوك المشاهدات حقيقيا، يعني هذا كيشري المشاهدات، ولكن كيندريك ما تيبانش النوع ديال بنادم اللي يشري المشاهدات. اذا هاد اللعبه مازال ما فهمتهاش بصراحه شنو وقع وكيفاش وقع، مازال ما فهمتهاش، ولكن المهم هذه نقطه، هذه نقطه تحسب ديال شرح لنا البلان، خاص شي واحد يشرح كيفاش ديك اللعبه وقعت. بجوجهم كان ضار بين شي 5 المليون ولا 8 المليون او ما شابه في ديك 24 ساعه، ولكن واحد هو الاول ولا الاخر ما كاينش في الطوندونس، ماشي هو الثالث ولا الخامس، هو ما كاينش في الطوندونس. I give a fuck about your streaming data. You could drop 100 more records. I'll see you later. هاي انايا عاوتاني اللقطة التانية فين بان بلي استسلم، قال له راه تقدر تحط ميات تراك، غادي نشوفك من بعد، يعني ما غاديش نجاوبك زعما تنتشوف معاك تنتشوف فاس فاس، وديك الساعة ربما قلب ولا كعبة ولا قبال ولا شي لعبة. Maybe when you meet Jamaica, I don't wanna fight with a woman beater. It feeds your nature. قال له ما بغيش نضرب مع شي واحد اللي كيضرب مرته، قال له هذه غير تغذي الطبيعه ديالك، ولكن ما فهمتش هذا واش هذا تسلل زعما الا ضربتي مع كيندريك وهو تيضرب المراه العيالات، اذا هذاك الامر كيغذي الطبيعه ديالو، يعني دريك مراه واش دابا دريك قصد باللي هو مراه الا ضرب مع كيندريك، لان هذاك الامر غادي يغذي الطبيعه ديالو، هاد هو عزيز عليه ضرب العيالات. ما فهمتش انا هكا فهمتها، تيبان لي تسلل الخطير اخي دريك، وفي الغالب ما قصدهاش هذا واحد النقطة كبيرة عند دريك. اوكي سو دابا مال بدو كيندريك تيتهم دريك بلي هو بيدوفيل وكدا، وهذا امر مقزز وخاص يقتلو دريك على ودو، ولكن هنايا واش بدلو الحالة ديال اركيلي. اركيلي ملي خرج الدوكومونتير ديالو تاع سيرفايفين اركيلي، فين بزاف ديال المتهمات خرجوا تيقولوا هاد السيد تعدى علينا، هاد السيد كذا هاد السيد كذا، زعما انه كان واحد الفيديو فين اركيلي تيتبول على واحد مثلا 14 عام، اركيلي عبد الحبيب بيسو وما شابه، سبوتيفاي خدات واحد القرار غادي تحيد الموسيقى ديالو، تحيد الكاتالوج ديالو كامل من سبوتيفاي، زعما حنا ما بغيناش نبقاو بارتنر رفقاء وشمعنا الشركه مع هاد الانسان هذا، وبغاو يديروا حتى التريبل اكسنتاسيون لانه كان تيضرب حتى هو السلطه ديالو. كيندريك غادي يكتب لسبوتيفاي الى حيدتو الموسيقى ديال اركيلي وديال اكس غنحيد الموسيقى ديالي، بطبيعة الحال كيندريك بيج، كيندريك كبير الى حيد موسيقته سبوتيفاي غتاكل العصا، ومن طبيعة الحال الى حيدها كيندريك كاين ناس اخرين تاهما غيحيدوها، هذا ماشي ربح سبوتيفاي، سبوتيفاي بعاش راح يحيد اصلا موسيقى اركيلي غير باش يقول للجمهور انا راني بلاتفورم زوينة وعندي مبادئ وانا معاكم عافاكم بقاو تشريو غير من عندي ثم الزكو غير عندي، ولكن لا مشى كيندريك راه ملايين الناس مشاو سبوتيفاي، تفير اركيلي عنده داك العدد ديال اصلا ديال الناس تاع، اذا سبوتيفاي تراجعات على القرار ديالها وخلات الموسيقى تاع اركيلي والاكس. اذا هنايا دريك تيقول له اركيلي هو بيدوفايل ديال بصح، فهمتيني مؤكد عليه وانت حاميتي عليه، وفي نفس الوقت كتهجم على دريك اللي هو ماشي بيدوفايل مؤكد لحد الساعه، وكتقول خاصو يموت وكذا، قال له انت منافق، قول له ما فهمتش علاش الناس كيبغيوك زعما انت منافق. دابا كاين واحد النقطه اخرى، لا ليس للدفاع بالضروره على كيندريك، ولكن للدفاع شي شويه على كيندريك زعما تو بي ذا ديفلز ادفوكيت، وهو انه كيندريك ما دارش هذيك اللعبه، ولكن شوف هذه نقطه لدريك 100% بدا باش تكون واضحه، هذه راه نقطه واعره وكبيره لدريك، ولكن غير جانب اخر علاش ربما كيندريك دار ديك اللعبه، هي ماشي على ود اركيلي ولا اكس، ولكن على ود الفن، لانه ولا اليوم سبوتيفاي حيدات لك انت الكاتالوج ديالك وتحت مدافع عليك، غدا غتجي نوبت الاخر وغدا غتجي نوبت الاخر، بحال اللعبه اللي وقعت مع يوسف 45 وفري يوسف 45 والدري اللي معاه اليوم، الا هو هبط على واحد السطر قالو وانت يا كارابير قلتي يستاهل ولا جلستي وتفرجتي، غدا انت غادي تهبط على واحد السطر قلتي ما فيهاش الضحك،
وجات تحت معايا وقف معاك، وغدا غيهبط لاخر تحت معايا وقف معاه، وغادي نوليو في ديك القصيدة نتاع first they came for، فهمتيني؟ وفي الاخر جات نوبتي، وهاديك ديال النازية. Like you send him commissary when he needs some paper. Album dropping soon, no wonder you turn a clout chaser instead of doing hard labor. Nigga, I see you when I see you like Fantasia. Whitney, you can hit me if you need a favor. And when I say I hit your back, it's a lot safer. واعر 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 عزيز طرا الاخرين النادي. المهم هنايا قال له بلي راه قربت تحط الالبوم، هادشي علاش زعما وليتي يو كلاود تشيسر. كلاود تشيسر هاد اللعيبه هادي راهي في امريكا تيقصدوا بها هذاك الانسان اللي تيبغي يدير البوز، فهمتيني؟ اللي تيبغي يدير البوز كتبقى تدير اللي كان تيسميوها هما كلاود تشيسر، فهمتي؟ اذا قال له هنايا دريك تيتهم كندريك بلي هادشي كامل كيديرو غير باش زعما يدير واحد البرومو للالبوم الجاي ديالو، يعني فهمتيني؟ ما تنظنش، ولكن ماشي مشكل حيت زعما دريك جاو كيندريك جاو كلاشا بنادم، فهمتيني؟ اي دون نو وير، ما بدون انذار زعما جات شويه غريبه. ومن بعد انايا ضرب مع مرتو قال له ويتني يو كان هيت مي اف يو نيد ا فيفر. هيت مي كتعني تقدر تصوني عليا ولا تصيفط عليا شي مس. قال لا احتاجتي شي حاجه سولي فيا. وقال لها هذا انا الدوب صوص عجبني. قال لا I'll hit you back and it's a lot safer. انا هذا سطر واعر. So hit you كتعني hit you back، هنا كتعني غادي انت انا نصوني عليك، دابا انت صونيتي عليا غادي نعاود نصوني عليك، ولكن في نفس الوقت عندها معنى اخر كتعني نضربك، انت غتضربيني غنرد لك الضربه. قال لها ولكن راه غنرد لك الضربه وغادي تكون اكثر امان، يعني ماشي بحال الضربه ديال كيندريك، يعني هاد الضربه هادي غير غنصوني عليك ماشي غنضربك انت بصح، لان زعما لان كنجيك هو اللي كيضربك، فهمتيني؟ قال الضربه انا ديال فيها الامل، لان انا غير تنسول فيك يعني غنخدمك غنعاونك. دوبا نص نقي الى الدراري عندهم شويه ديال لونجلي فهموا هادي عاد دوبا نص نقي واعر واعر تقدينا نقي هاد قال لك انا وعدك. اولا بدا الميلودي ولا استرو عجبني الحطات زواوي، فهمتيني؟ كالم وكذا، ولكن قلت واحد اللعبه وباقي تنوقف عليها. هالتراك كان غادي يكون واعر 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 لو كون بلاصة اخرى حتى اللي غيبقى تيقول دابا هنايا، لان هادشي اللي غايقول هنا غيبان ضعيف. لو كون فات دقيقة ربعة دار واحد السويتش وضرب واحد دقيقة ونص شبعانة انرجي بحال داك السويتش اللي دار فاميلي ماروس وشرك كينجوك، لان هنايا لعب ديفونس كان خاصو عاوتاني يدير شوية ديال الاتاك، فهمتيني؟ راه خاصنا نطمطاو وين ماركي ما دارهاش. اذا هنا باش كلشي يحس بلي البي في سالة داز بيف يا سلام، ولكن خويا راه ما سخيناش زعما بغيناش يبان البيف باللي ببساطة سالة في الصالح ديال كيندريك، بغينا غير يبان متوازن، لأن لو كنا حط بداك النيفو ديال فاميلي ماترز والآخر حط بداك لايك ذات جوج تراكات مزطحين ومشردقين وكدا غتبقى تقول لك كل واحد سالة أون هاي نوت كي تيقول، فهمتيني؟ بواحد الجد. ولكن دابا شوف دابا سالة ديفونس وكدا والاخر سالة مزدحة، دابا راه في كاع الكلوبس في امريكا مطلق نوت لايك ذات، تيتسلق في الماتشات ديال الباسكيت دابا في كل شيء ما بين الاشواط واللعيبات كنبقى تسمع نوت لايك ذات، ولكن ما غاتسمعش هاد التراك هذا مش هذا غاتلقوه دابا في التيران ما غاتلقوش، فهمتي؟ دريك يسير غادا دراك ما بوي خاصك ضروري تحط شي لعيبة. المهم اجي نصرح كومنت اخرى حتى اللي بقات يقول هنا قلت لان هادي بان لي ضعيف الطريقه الاخرى هادي. Some good exercise like it's good to get out to the pen worker. اول انا قعدت لها تعني لا تسمعي. المهم قال لك ما عادش نكذب هكذا كان واحد التمرين زواول، فهمتيني؟ واحد الاكسرسايز قال لك زواول، قال لك it's good to get the pen out working. دابا دريك حط لصقات على ديك العباد ديال الجوست رايترز هما اللي تيكتبوا له تحت ما تيقب ليه هو زعما اللي كان تيكتب في نفسه كيطوبوا على خونا دريك الدراري. You would be a worthy competitor if I was really a predator and you were fucking lying to every blogger and editor but it is what it is. المهم قال له كنت غادي تكون زعما واحد الخصم بقيمه لو كنت انا بصح كنت بصح همجي وكم كنتش كتمشي كتزيف المقالات وما شابه. You definitely got this shit burnt the fuck out though, like you got 10 more records to drop. عاود كل اللعيبه انت باقي عندك 13 تراك تحط، فهمتيني؟
حيت الاخر راه بقى تيقول 1 2 3 4 5 زائد 5 يعني 10. The one before the last one, we finessed you into telling a story that doesn't. قال له شي قال له هذاك اللي قبل الاخر يعني ميد جراهامز قال له حنا وي فنست يقول بناك انك تقول واحد ستوري اللي عمرها وقعت يعني انت انه بنتي وكذا وكذا يعني اللي عنده بنيه even exist and then you go and drop the west coast one and try and cover that up. قال له حتى شي الويست كوست ديك ديرنا لايك تا قال له بس غطى على اللعيبه شفتيني هو هذيك كونتراتاك زوينه كون دارها في تراك وقالها مفلويه هذه نويطه بلي واحد لا لايك ذات حيت واحد طونيشن مو ميد جراهامز بلا حتى شي حاجه كان دريك مازال ما حطو والو قال لهم تحطتي هذاك باش تغطي لانك تورقتي بلي ديك الفيرسيون ديال ميد جراهامز فيها غير اخرى تعطي وضرها خاويه بخصوص ان ديك القصه ديال البنت ما كايناش اذا انت بغيتي تنسي كل شيء في هذاك طلقتي لهم لا لايك ذات كانت غتكون كونتر اتاك زوينه. I would like that one. That would be some shit I could dance to if he wasn't. ها هو براسو تعرف قال له داك التراك كان غيعجبني لو كما كنتي زعما كتكلاشيني بالتخربيق زعما انت قاصرات والبيروفيليا كذا قالوك غادي نشط حلو وكذا كان غيمزكني راه في الغالب مزك وتلقى الدراك كان تيتكلاشي وتيديرها وتيقول اي ندير لك tripling down on some whole other bullshit but you know at least your fans are getting some raps out of you I'm happy I can motivate you facts هذه نبغي نعطيك يعني قال له انا على الاقل فرحان ان لي فان ديالك راه شبعاني نتراكات هاد الايام قالوا انا زعما انا فرحان انني موتيفيت باش تحط تراك هادي فري هادي ما كاينش لها نقرا لان كيندريك ذلك تبعو كيندريك تيحط البوم في 4 سنين وما في ديك 4 سنين تيكون غاب الاغلب ديال الوقت قليل فين غيحط شي فيت ولا شي انترفيو وكذا كيندريك تيغبر والسوشيال ميديا ما تبانش ماشي انسان اللي اكتيف فيها شاف هذا تيغبر عامين تا كيحط لك ليان في تويتر تيقول لك انا حطيت البوم وخص عارف لو تاني تيعاود يغبر ما تيحط ماشي اكتيف داك الشيء وكذا صعب يعني معايش حياته بطريقه مختلفه فهمت اذا انه حطنا 5 ديال التراكات ولا 4 في 15 اليوم راه بصح موتيفا راه بصح دريك عصر بنادم وخرج منه موسيقى اذا شكرا دريك bring you back to وشكرا كيندريك على هاد احسن بيه في التاريخ the game I, you know but just let me know when we get into the facts everything in my shit is facts waiting on you to return the favor like بيتس المهم قال له زعما راه كنتسناك انك تجيب الحقائق تثبت لنا داك الشيء تجيب البيبر ورك الاتهامات كامله لحد الساعه غير هضره خاويه وفري غير باش توسخ البلاد من الصوره لبعضياتهم وصافي الاخر تيقول لك كضرب مرتك هذا تيقول له كضرب القاصرات الاخر تيقول انت سامح في ولادك هذا تيقول انت سامح في بنت الاخر تيقول له انت يا المربي ولد ديال عشيرك وما في خباركش اتهامات خطيره ولكن لحد الساعه مازال ما كاين شي دليل فهمتي على عيال اخوان هذا ما كاير كنتمنى تكون استمتعتوا معايا في هذا الشرح ديال هاد الكلاشات كاملين راه الناس اللي مازال ما تفرجوش الاخرين راه من لايك ذات حتى لهنايا راه شرحت كاع الديستراكس ديال هاد البيف الا تحطت شي حاجه جديده بطبيعه الحال انا معاكم وكنتمنى تحط شي حاجه جديده في البرنامج هنا الا ما تحطوا والو جديد كي قلت لكم غادي ندير واحد الملخص نتاع العلاقه فوقاش توترات ما بين دريك وكيندريك يعني من 2009 حتى لدابا يعني فيديو نحاول نخليه قصير يعني غير ملخص وكذا وديك الساعه ندوز لبيفات اخرين ربما ندوز ديال تشو باك وبيجي اوليفا ناس وجيزي وما شابه هذا ما كان الخصمان تحياتي ونشوفوا فيديو اخر بيس